يعني ممكن نجيب المسألة زي دي: اف 2 نيجاتيف 1 3 0 تايمز اكس ايكوال نيجاتيف 1 اند 3. يعني بدل ما جابها لي بالمنظر احنا قلنا كانت ممكن يجيبها لي كده، ممكن يجيبها لي كده 2x ماينس y على ان ال 1 ده 1y، وهنا دي 3x ومفيش y، وهنا ايكوال نيجاتيف 1 اللي هي بره ده و0 0 ده على مفيش y ايكوال 3 كده. كان ممكن يجيبها لي كده المساله كده، فانا كنت هعتبر ايه ان ده 2 والنيجاتيف 1 وهنا 3 مفيش y يبقى 0، كان الواي مكانها 0 اهو، والماتريكس دي سميناها اكس وواي، وهنا ايكوال نيجاتيف 1 و3، وودي دي بالمالتيبليكيتيف انفرس وهكذا. طيب هو ما جابهاش بالمنظر ده، هو جابها كده، ممكن يبقى لها علاج كومبليت كده، مفيش مشكله. انا برضو فاهم ان انا عشان اخلص من دي اوديها بالمالتيبليكيتيف انفرس. طيب فانا ممكن اقوم اسمي دي برضو ايه اهي 2 نيجاتيف 1 3 0، واطبق عليها المالتيبليكيتيف انفرس عادي جدا اهو 1 اوفر، وتحسب الديترمنت بقى زي ما اتفقنا 2 تايمز 0 ماينس 3 تايمز نيجاتيف 1، 2 تايمز 0 ماينس 3 تايمز نيجاتيف 1. انا ممكن لو حسبها مره واحده على الكالكوليتر وخلاص هتطلع لي 3. مساله عاديه جدا يعني اهي، ودي 2 نيجاتيف 1 3 0، ابتدي ادخل ال 1 اوفر 3 تايمز كل ده اهو، يبقى 2 اوفر 3 نيجاتيف 1 اوفر 3 1 هنا 0. طيب نبتدي بقى ناخد الايه المالتيبيكيتيف انفرس دي، نعملها تايمز الناحيه الثانيه، او نقول له اكس ايكوال كاني نقلتها بالمالتيبيكيتيف انفرس 2 اوفر 3 نيجاتيف 1 اوفر 3 1 0، واعملها تايمز نيجاتيف 1 اوفر 3، واكمل بقى ايه التايمز بتاعنا اهو. يعني الفكره بدل ما جايب لي اكس وواي جايب لي اكس بس. كنا بناخد الرول الاولاني ده نوقفه جنب ده، يبقى 2 اوفر 3 معموله تايمز النيجاتيف 1، ونيجاتيف 1 اوفر 3 معموله تايمز 3، وما ننساش اللي بينهم بلس. ال 1 و 0 تايمز النيجاتيف 1 و 3 يبقى ال 1 تايمز النيجاتيف 1 وال 0 تايمز 3 بينهم بلس. فكانت هتطلع الاكس ايكوال، احسب اللي فوق ده كله يطلع بنمبر 1، نيجاتيف 2 اوفر 3 ماينس 1 هيطلع نيجاتيف 5 اوفر 3، بحسب اللي تحت ده كله هيطلع نيجاتيف 1 بس. يبقى دي الماتريكس بتاعتي، وكنت اسال على كده وانا جبت الايه؟ وانا جبت الاكس هو طالب اكس، يبقى هيطلع الانسر هذا ماتريكس لايك ذات.